هلا والله معك فهد الشيحة. رجعناكم مرة ثانية في قائمة ألعاب الشهر اللي تعودتوا علينا من زمان لكن قطعناها فترة، والحين إن شاء الله رجعناها لكم لأن خاصة أن هذه السنة راح تنزل ألعاب كثيرة جديدة متحمسين لها. فخلونا نبدأ. أول لعبة معانا هي لعبة دونكي كونغ كونتري تروبيكال فريز، بتنزل على نينتندو سويتش بتاريخ 4 مايو. اللعبة هذه نزلت على جهاز الويو، وهذا تقريبا ما هو ريماستر، ما أعتقد أنه كان ريماستر، لكنه بيكون أفضل تقنيا إذا ما كنت غلطان زي ما صار في بايونيتا مثلا. واللعبة هذه عبارة لعبة منصات، وتقدر تلعب فيها لاعب واحد أو لاعبين، إذا لاعبين كل واحد حكم شخصية تتحكم فيها، ألغاز كثيرة وفي منصات ممتازة، يعني لعبة جدا ممتازة صراحة. نزلت على سوبر نينتندو من زمان وكملت بالسلسلة لين ما وصلت على هذه النسخة، فأتمنى تستمتعون فيها. وثاني لعبة معانا هي لعبة دراجون كراونز برو. اللعبة هذه نزلت على الجهاز بلايستيشن 3 باسم دراجون كراون فقط، لكن أضاف له برو حق حاجة ثانية بقول لكم إياها بعد شوي. اللعبة راح تنزل في تاريخ 15 مايو. اللعبة هذه عبارة عن لعبة امشي وطق بكل بساطة، زي ألعاب فاينل فانتسي المعهودة والألعاب المشهورة ستريت فريج وهذه اللي تعرفونها. طبعا ميزة اللعبة هذه انها في شخصيات متنوعة وكل شخصية لها خواص خاصة فيها واسلوب لعب خاص فيه. مثلا الساحرة تستخدم السحر، المحارب يستخدم الدرع يصد وزي كذا، يعني في اشياء كثيرة. وايضا في اسلحة مختلفة وكل سلاح له شكل معين له، وايضا تقدر تسوي حركات خاصة لكل سلاح. فاللعبة يعني صراحة جدا ممتعة، واللعبة راح يكون فيها تسجيل صوتيات جديد بالكامل من ناحية موسيقى اللعبة، وايضا تمثيل الصوتي هالمرة راح يكون في ياباني وانجليزي. وحنا نرجع لسبب تسميتها دراجون كراونز برو واسم برو. برو لانها في خواص خاصه في جهاز بلاي ستيشن 4 برو، مثلا انها راح توصل الى دقه 4K، ما عرفت كانت حقيقي ولا تكون اب سكيل، لكن راح توصل دقه 4K. وايضا راح يكون كافه المحتويات الاضافات اللي نزلت على جهاز بلاي ستيشن 3 راح تكون كلها موجوده في هذا الجزء. ثالث لعبه معانا هي لعبه هايرول وورير ديفينيتيف اديشن، وهذه اللعبه راح تنزل في تاريخ 18 مايو. اللعبه هذه ايضا نزلت على جهاز الويو ونزلت على جهاز 3 دي اس قبل. اللعبة هذه راح تكون نسخة محسنة من النسخة اللي نزلت قبل، وأيضا راح يكون هي إضافات اللي نزلت على جهاز 3DS والويو من الشخصيات والملابس والأزياء، يعني الملابس والأزياء وكل حاجة زي كذا. فبتكون تلعب شخصيات زلدة نفسهم اللي موجودة في الألعاب كلها، إضافة إلى شخصيات بريث أوف ذا وايلد. وأسلوب اللعب بكل بساطة راح يكون مثل ألعاب توكمي كويل متعودين عليها، اللي هي ألعاب دانيس ووريرز اللي تمشي وتطق لكن معك جيش كامل. رابع لعبة معانا هي لعبة Little Nightmares Complete Edition، وهذه اللعبة راح تنزل على جهاز Nintendo Switch وراح تنزل بتاريخ 18 مايو. طبعا هذه اللعبة نزلت على جهاز PS4 والبي سي والاكس بوكس، فحاجة جديدة انها بتنزل على جهاز Nintendo Switch، لكن بتنزل على Nintendo Switch بإضافات انها راح فيها يكون اميبو خاص فيها تقدر تحطه ويعطيك ملابس للشخصية، وايضا راح تكون النسخة الكاملة، يعني راح يكون فيها كل الإضافات اللي نزلت مدفوعة مسبقا، لكن هالمرة راح تكون مضافة في اللعبة اللي بتشتريها. واللعبة الخامسة راح تكون أخيرا لعبة جديدة دخلت القائمة معنا اليوم. كل الألعاب اللي قبل كانت يا ريميك يا ديفينيتيف يا حاجة زي كده. اللعبة هذه لعبة State of Decay 2، تعتبر الجزء الثاني من لعبة State of Decay، وراح تنزل في تاريخ 22 مايو. State of Decay كانت لعبة زومبيز بس ما كانت يعني جدا ممتازة، بس احتمال الجزء الثاني راح يكون أفضل بكثير، خاصة أنها فقط راح تكون على جهاز الإكس بوكس 1 وجهاز بي سي لأنها من نشر مايكروسوفت. واللعبة فكرتها بسيطة جدا، أنك تحاول تبقى، أنك لازم ما تموت في عالم كله زومبيز. وميزة اللعبة انها راح تكون فيها دعم لعب تعاوني وفيها تجربة عالم مفتوح واسع مرة في انواع مختلفة من الزومبيز عشان تقتلهم، وايضا راح يكون تقدر تبتكر اسلحة مختلفة عن طرق تجميع مواد وصناعة الاسلحة، لكن ما اعرف اذا كان راح يكون فيها كوستات معينة او خلينا نقول مهمات تسويها فيها. وخامس لعبة معانا هي ايضا لعبة جديدة واسمها تنس وورلد تور، بتنزل على تاريخ 22 مايو. اللعبة هذه من اسمها لعبة تنس، وطبعا هي من نفس الفريق اللي سوى العاب سلسلة توب سبين المميزة. واللعبة بيكون فيها 31 نجم رياضة مختلف سواء ذكور او اناث، ويكون فيها تطور مهمة واضاف اطوار كثيرة مختلفة، ويكون فيها ايضا تحديات شبكة وغيرها. فريق التطوير يعتبر هذه السلسلة هي تتم الروحية لسلسلات سابقة اللي هي توب سبين، خاصة من زمان ما لعبنا لعبة تنس ممتازة صراحة، وأنا من عشاق لعبة توب سبين القديمة فمرة متحمس لهذه. سادس لعبة معانا هي لعبة دارك سولز ريماستر، يا ربي رجعنا للريماستر والريميك. اللعبة هذه طبعا أهم ميزة فيها أنها راح تنزل على الجهاز النينتندو سويتش خلافا أيضا باقي الأجهزة طبعا. واللعبة دارك سولز طبعا هل يحتاج أشرحها؟ فعلا أكيد ما أعتقد شخص ما لعب دارك سولز أو ما يعرف شيء دارك سولز. لعبة صعبة جدا، أبخذ سلاح طق الوحوش، فيها ألغاز، فيها اكتشافات، فيها حاجات رهيبة. وميزة هذه الريماستر أن عدلوا أشياء فيها كثيرة وخلوا اللعب طبعا في الأجهزة القوية مثلا البي سي والبلايستيشن 4 برو راح يكون 4K وسرعة 60 إطار بالثانية، وأيضا الإكس بوكس 1X نسيناها أيضا.
وطبعا بيكون فيها الاضافات كلها اللي نزلت على النسخ اللي قبل، وايضا بتدعم الاميبو على نسخة السويتش. سابع لعبة معانا هي ايضا لعبة جديدة ولعبة منتظرة كثيرة، كثير ناس ينتظرونها، لعبة ديترويت بيكام هيومن، وراح تنزل في تاريخ 25 مايو. اللعبة هذه من تطوير فريق الفرنسي كوانتك دريم اللي قدم لنا العاب مثل هيفي رين وبياند وتو سولز وغيرها من العاب الرهيبة. وهذا المشروع طبعا طموح جدا لدرجة ان اخذ وقت كثير يسوونها، وايضا عطوك خيارات اكثر تسويها في اللعبة، يعني مو خيارات محدودة زي باقي الالعاب الثانية. والميزة الاهم في هذه ان بلايستيشن السعودية وبلايستيشن الوسط ما قصروا وجابوا لنا الصوت المصري راح يكون في اللعبة. في خلاف كثير صار عن هذا الصوت لكن انا متأكد جربته انا وعجبتني، فان شاء الله تعجبكم. وننتظر. مشكلتها كانت ان الترجمة كانت مصرية، فاتمنى لما تنزل اللعبة ينزلون باتش يعدل لك الترجمة يخليها عربية فصحى والكلام يكون مصري. طبعا سوب اللعب راح يكون نفس الالعاب القديمه من كوانتك دريم اللي تعودنا عليها، لكن بيكون هنا في حاجه جديده انه يكون في اختيارات اكثر زي ما قلت لكم، وتحاول تستكشف هذا العالم وتلعب اكثر من شخصيه زي بعض الالعاب اللي كانوا يسوونها. سابع لعبه معانا هي لعبه ستريت فايتر 30th انيفرسري كولكشن. هذه لعبه نزلت يعني على اساس 30 سنه من لعبه ستريت فايتر احتفالا فيها، وهذا تعتبر حزمه العاب سلسله ستريت فايتر كلها اللي نزلت مده 30 عام. والميزه الاحلى انه راح تنزل على جهاز السويتش، يعني بتكون بيدك تلعبها اي مكان، لكن ايضا طبعا الناس المحترفين راح يبغون يلعبونها باركيت ستيك، فيفضل يخلون على البي اس 4 والاكس بوكس 1 اكس او اكس بوكس 1 والبي سي. طبعا اللعبه هذه راح يكون زي ما تكون فيها اجزاء كثيره، بدايه من الجزء الاول حتى نسخه الثالث من الجزء الثالث، وراح يكون فيها العاب اونلاين مو كلهم، اتوقع ثلاث سترايك عن اونلاين والفا 2 وما يعني بعض الالعاب راح يكون فيها اونلاين، العاب ما راح تكون فيها اونلاين، وايضا راح يكون فيها موسيقى كثيره تختارها تلعبها، وايضا راح يكون فيها يعني تطلع اشياء كثيره مثلا رسوم وشرهيب، يعني اذا انت فان سيت فايتر لا تفوتك هذه اللعبه. من الحماس نسيت اقول متى تنزل، راح تنزل في تاريخ 28 مايو. واخر لعبه معانا هي لعبه بقاء، مو لعبه بقاء، خلينا نقول لعبه رعب، خاصه العاب الرعب هالايام قاعد تشوف الناس صار كلها منظور اول، وهي لعبه اجني. اللعبه هذه من تطوير ماد مايند ستوديو، واحداث تدور في الجحيم، انت في الجحيم مثل لعبة دوم. خلينا نقول هذه اللعبة يعني أنا شفتها صراحة بتجمع لك لعب دوم على لعب بايو شوك، بحيث أنك في عندك قدرات تتحكم بالشياطين وزي كذا، وفيها ألغاز مختلفة يعني. فما ندري صراحة، المشكلة ما شفنا أشياء كثيرة منها، فما أقدر أحكم عن اللعبة إيش بتصير، بس اللي تعرفون لعبة رعب فيرست بيرسون فيها جحيم، يمكن بتكون عندنا مسموحة يمكن بتكون ممنوعة ما ندري، بس هذه اللعبة راح تنزل في تاريخ 29 مايو على جهاز بي سي إكس بوكس 1 وبي إس 4. وهذه كانت قائمتنا لألعاب الشهر، قولوا لنا إيش الألعاب راح تشترونها، وقولوا لنا لو في ألعاب ثانية ما ذكرناها. بصراحة اخترنا لكم هذه الألعاب لأن هي الألعاب اللي شفناها مميزة، خاصة هذا الشهر ما في ألعاب كثيرة بتنزل، أكثر ريماكات وريماسترات، والفي آر بعدنا عنا حاليا لما نشوف إيش وضعه يستقر بالسوق، لأن صراحة ما في ألعاب حاليا تسوى خاصة هذا الشهر تنزل على الفي آر إنك تشتريها. وأيضا إذا عجبكم فيديو تكفون عطونا لايك عشان نقدر ندعمكم ونجيب لكم فيديوهات رهيبة زي كذا، لأن إحنا ناويين نسوي لكم سلاسل كثيرة مختلفة، فعطونا لايك ورونا دعمكم وحبكم للقناة حقتنا، واشتركوا إذا كنتم اشتركتوا، ووزعوا الفيديو بين أخوياكم، ويعطيكم العافية، مع السلامة.